حياكم الله. ما بين الرقة وإدلب ثمة رايات محلية تتحرك، رايات أجنبية تحرك. عملية درع الفرات التي انتهت قبل أيام ستعود بعد أسابيع ضمن مسمى ونطاق جغرافي جديد، كما نشرت صحيفة الحياة. تركيا تبلغ الجيش الحر الاستعداد لمعركة الرقة بعد الاستفتاء على الدستور التركي. أمريكا تبلغ فصائل أخرى من الجيش الحر الاندماج ربما لقتال هيئة تحرير الشام في المناطق المحررة. لكن فصائل الجيش الحر التي أكدت نيتها الاندماج في غرفة عمليات موحدة في إدلب وأجزاء من حلب واللاذقية نفت ذلك، أكدت أن الهدف تأمين المناطق من النظام والميليشيات الأجنبية. وما بين الرقة وإدلب بنادق محلية متناقضة في أهدافها، باتت اليوم تحركاتها محكومة بتوافقات الكبار وصفقاتهم المعلنة والسرية. في محورنا الثاني، قصة العلم الكردي الذي رفع فوق مباني كركوك الحكومية ما زالت تتفاعل. فالبرلمان العراقي أصدر قرارا يرفض فيه رفع العلم، ومجلس محافظة كركوك يرد عليه بالرفض. أكبر حزبين كرديين في العراق يجتمعان لبحث مسألة العلم وإجراء استفتاء لاستقلال الإقليم ككل. للحديث دائما تتم التفاصيل. أهلا بكم عبر إذاعة وتلفزيون أورينت. أكد فصيل جيش العزة التابع للجيش الحر خبر اندماج 12 فصيلا من فصائل الجيش الحر بهدف تأمين المناطق المحررة في إدلب وحلب وريف اللاذقية. نقلت صحيفة الحياة عن مصادر معارضة أن الجيش الحر تلقى طلبا تركيا للاستعداد لمعركة الرقة بعد انتهاء عملية الاستفتاء على الدستور التركي. أما التفاصيل فهي في تقرير لمحمد الدغيم. كان هناك أكثر من طرح للوصول إلى جسم عسكري واحد تحت مظلة الجيش السوري الحر، والحمد لله تكلل هذا العمل في الفترة الأخيرة بإعلان غرفة عمليات موحدة. كان هذا التصريح الذي أدلى به الناطق الرسمي في جيش العزة الملازم أول محمود المحمود لقناة أورينت بمثابة التأكيد للخبر الذي يتحدث عن نية 12 فصيلا من الجيش الحر الاندماج في جسم عسكري موحد بهدف قتال النظام والميليشيات الأجنبية وتأمين المناطق في إدلب وريف حلب الغربي والشمالي وبعض أجزاء ريف اللاذقية كما قيل. أبرز الفصائل المقرر إدخالها في غرفة عمليات موحدة نهاية الشهر الجاري هي الجبهة الشامية وفيلق الشام وأحرار الشام وجيش المجاهدين وتجمع فاستقم كما أمرت والفرقتان الساحليتان الأولى والثانية، وستكون تحت قيادة العقيد التابع لفيلق الشام فضل الله حاجي. وإذ يمكن أخذ الخبر في سياق موضة الاندماجات الفاشلة منذ بدء الثورة، فإن ثمة من يضعه في سياق آخر يحمل بعدا أكبر، خاصة أن مصادر في الفصائل المقاتلة نفت أن يكون الهدف من هذا التوحد هو قتال هيئة تحرير الشام التي تشكل جبهة فتح الشام نواتها الأساسية. ولعل ذلك يأتي تعليقا على ما نقلته صحيفة الحياة اللندنية التي تحدثت أن غرفة العمليات العسكرية التي تديرها وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية فرضت على جميع الفصائل المعتدلة الاندماج في كيان واحد في خطوة يعتقد أنها ترمي إلى قتال هيئة تحرير الشام في إدلب وريفها، وذلك كشرط لرفع حظر السلاح المفروض عليها منذ تسلم الإدارة الأمريكية الجديدة مقاليد الحكم. يتزامن هذا الخبر مع خبر آخر نقلته صحيفة الحياة يتحدث عن تبلغ فصائل أخرى مقاتلة طلبا تركيا للاستعداد لعملية عسكرية مشابهة لدرع الفرات، لكن هذه المرة لتنفيذ هجوم على مدينة الرقة ضد تنظيم الدولة. لكن هذا لن يكون قبل انتهاء الاستفتاء على الدستور التركي المقرر إجراؤه منتصف الشهر الجاري وفق صحيفة الحياة. ولعل هذه الأنباء جميعها تأتي بعد زيارة وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون لأنقرة ولقائه الرئيس التركي ومسؤولين آخرين، كما أنها تأتي بعد الإعلان المفاجئ لتركيا انتهاء عملية درع الفرات وإصرار أمريكا على دعم ميليشيا الوحدات الكردية في معركة الرقة والانتشار الروسي ما بين مدينتي منبج وعفرين بريف حلب، فضلا عن تصريحات مسؤول كبير في الوحدات الكردية نية قواته التوجه لإدلب بعد الرقة.
الرقة، وما بين الرقة وإدلب يبقى الباب مفتوحا على سيناريوهات عدة يصعب التكهن بها مع كثرة الأطراف اللاعبة على الأرض ما بين محلية وأجنبية. أناقش هذا الملف مع ضيوفي سيادة اللواء الدكتور فازي دويري الخبير العسكري والاستراتيجي ضيفي من العاصمة الأردنية عمان. مساء الخير سيادة اللواء. والأستاذ محمد زاهد قول الكاتب محلل سياسي ضيفي من اسطنبول، أهلا بك أستاذ قول. أهلا بك مصطفى سيجري القيادي في الجيش الحر ضيفي من حلب، وأرحب بالدكتور هاني شادي الكاتب محلل سياسي ضيفي من موسكو. أهلا بكم ضيوفي الأكارم. أبدأ معك سيد زاهد قول، قرار طلب تركي حقيقي لفصائل الجيش الحر للاستعداد لمعركة رقة أم هو سيناريو لا أكثر من ذلك ولا أقل؟ يعني أعتقد أنه سيناريو لا أكثر ولا أقل، من المستبعد في الوقت الراهن على الأقل دون أن يكون هناك توافقات تركية أمريكية الحديث عن الصيغة النهائية لهذه المعركة التي أعتقد أنها ستطول، وأعتقد أنها لا زالت مبكر الحديث عنها، لأن دخول حقيقة المقاتلين المسلحين سواء بدعم تركي أو بإسناد تركي إلى الرقة تحديدا يحتاج إلى محاور للوصول إلى المنطقة المعنية، وهذا الأمر حقيقة في الوقت الراهن متعذر. نعم. يعني عندنا مساحات جغرافية شاسعة حتى الوصول إلى الرقة، وهذه والوصول إلى هذه المنطقة يحتاج إلى تفاهمات سياسية، وأعتقد أنها حتى هذه اللحظة غير موجودة، وبالتالي أعتقد أنه كل ما طرح من الحديث في هذا السياق حتى الآن يأتي في إطار سيناريوهات للتدخل العسكري من أجل تحرير الرقة التي أعلنت تركيا عن رغبتها المباشرة في عملية تحرير الرقة وأنها أرادت أن تكون جزءا، لكن هذا الأمر بشروط بطبيعة الحال، وأعتقد أن هذه الشروط التي وضعتها تركيا حتى هذه اللحظة أيضا غير متفق عليها بين الأطراف المعنية، أقصد هنا بشكل مباشر الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي لا يمكن الحديث عن مشاركة تركيا في معركة الرقة، أو ربما إن كان هناك من مشاركة فستكون هذه المشاركة مقتصرة على الإسناد، وهذا الإسناد لا يحتاج إلى تنسيق كبير. نعم. إن وضعت الخطة النهائية بطبيعة الحال. طيب سيادة اللواء تؤيد سيد زايد قول بما تفضل به بأنه سيناريو الأكثر من ذلك، خصوصا إذا تحدثنا بالشأن الاستراتيجي والعسكري، يعني تحتاج إلى وقت طويل، ليست مجرد بأنه حديث على الجميع أن يستعد لمعركة رقة أو على الفصائل أن تندمج. يا سيدي أنا أتفق مع ما تحدث فيه ضيفك الكريم الأستاذ زايد قول، لأنه في الواقع التصريحات السياسية خاصة في الجانب التركي في كثير من الحالات تراجع سقف هذه التصريحات وتم الرضا بما هو ممكن. يعني إذا عدنا إلى بداية انطلاق درع الفرات كنا نتحدث أو كان الحديث ينصب عن منطقة آمنة بمساحة 5000 كيلومتر مربع تنتهي في منبج، ولكن التقاطعات والضغوطات الدولية أجبرت تركيا على القبول بما تحقق وهو لغاية 2200 كيلومتر مربع. الآن كما ذكر ضيفك الكريم الطرق مغلقة، الآن قوات درع الفرات إذا أرادت أن تدخل إلى الرقة إلى الطبقة والرقة عليها الآن أن تدخل من مناطق تحت سيطرة النظام، النظام والميليشيات الشيعية استطاعوا أثناء وبعد معركة الباب الوصول إلى الخفصة على نهر الفرات وسيطروا قبل عدة أيام على دير حافر، وبالتالي أصبحت الطريق مغلقة، وأي دخول بهذه المناطق هي تعني اصطدام مع قوات النظام، وبالتالي هذا الأمر يحتاج إلى توافق روسي تركي إذا ما قيض العملية أن تنجح والأمريكيين أن يقبلوا بهذه المشاركة. الطريق الآخر من شرق الفرات، ومن شرق الفرات كذلك مغلقة. إذن خطوط التماس الآن هي درع الفرات بتماس مع قوى الميليشيات الكردية في منطقة عفرين وهناك تواجد روسي، مع قوات النظام في الجنوب وهناك ضمان روسي، مع منبج وهناك ضمان روسي أمريكي. إذن لا يوجد رؤية حالياً
من أجل تحقيق ما تم طرحه، إنما هو سيناريو تحضيري لعل التغيرات يحدث تغير في المواقف السياسية، وتقتنع أمريكا بأن قوات سوريا الديمقراطية من حيث القوة غير قادرة على إنجاز مهمة الطبقة والرقة، عند ذلك يكون البديل موجود. نعم. طيب أستاذ مصطفى، هناك اندماج لـ 12 فصيلة من الجيش الحر في غرفة عمليات واحدة، أنتم لستم ضمن هذه الفصائل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اندماج الفصائل هو هدف، يعني قد طال غيابه عن فصائل الثورة السورية. طبعا لا يمكن القول بأننا منفصلين عن هذا الاندماج. الجيش السوري الحر بالتأكيد هناك يعني فصائل داخل هذا التنظيم، ولكن نحن مشتركين بالأهداف، في الرؤية، في المبادئ. طبعا كنا نتمنى يعني أن نكون كتلة واحدة تنتشر على كامل الأراضي السورية، ولكن القوى يعني التي سعت إلى فصل المناطق فصلها جغرافيا، أدى إلى عدم وجود التقاء يعني بين الفصائل، ولكن التنسيق ما زال موجود. ما سوف يحدث إن شاء الله في منطقة إدلب ومحيط إدلب وصولا إلى الساحل هو يعني جزء من عملية كاملة نسعى من خلالها لإعادة هيكلة الجيش السوري الحر. في الفترات السابقة حقيقة يعني قد وقعنا في الكثير من المشاكل، وتفرق الجيش السوري الحر قد جعله يعني لقمة سهلة لبداية يعني تنظيم داعش وأيضا لتنظيم القاعدة. بقاء الجيش السوري الحر يعني على هذا الحال سوف يسهل لتنظيم القاعدة يعني التهام باقي الفصائل. أصبح من الضروري حقيقة أن يكون هناك كتلة واحدة، وأيضا في منطقة السيطرة واحدة. ماشي، سأتي إلى هذه النقاط والاندماج على وجه الخصوص، لكن أذهب للدكتور هاني شادي. دكتور هاني، السؤال الأهم من ذلك، عندما أمريكا تطلب من فصائل معتدلة التوحد للقتال، هذه الفصائل المعتدلة هي على منظومة أو لائحة الإرهاب بالنسبة لروسيا، هل هناك تنسيق أمريكا روسيا حول ذلك أم لا؟ في الحقيقة ليست كل هذه الفصائل على قائمة الإرهاب، هي فقط جبهة النصرة وهي تحرير الشام على قائمة الإرهاب الروسية، بالإضافة إلى تنظيم داعش وجيش ربما الإسلام. نعم. جيش الإسلام ليس على القائمة الرسمية للإرهاب في روسيا بالمناسبة. الوزير الخارجية الروسي الوزير الخارجية الأمريكي سوف يصل موسكو في 12 من الشهر الجاري حسب ما علمت، وفي غالب الظن سوف يتم بحث كل هذه المسائل مع الجانب الروسي، خاصة أن روسيا أيضا لديها رغبة على ما يبدو أن تشارك في معركة الرقة ولو بغطاء جوي، وأيضا لدى روسيا رغبة في أن تشارك قوات النظام في معركة الرقة. لا أدري هل ستوافق الولايات المتحدة على ذلك أم لا. أما تقديري فإن الولايات المتحدة ربما لا توافق، هناك عملية تقسيم لمناطق النفوذ حاليا في سوريا، ربما الرقة وما حولها ربما سيؤول في المستقبل للولايات المتحدة وحلفائها. نعم. منطقة الساحل كما نعلم تسيطر عليها روسيا ومع قوات النظام بحلفاء قوات النظام، ومن ثم سيتوقف الكثير فيما يتعلق بموضوع الرقة والتفاهمات الأمريكية الروسية على زيارة وزير الخارجية الأمريكي لموسكو الأسبوع القادم. طيب، إذا تمت بالفعل. طيب، يعني هل يحمل الوزير الخارجي الأمريكي سيد زاهد قول أي رسائل تركية إلى نظيره الروسي، خصوصا بأنه تستبعد أن يكون هناك أي موقف أو أي قرار تركي، خصوصا إذا تحدثنا بأنه كان مشروط أيضا بعد الاستفتاء أن يكون مثل هذا التوجه العسكري، خصوصا بعد توقف المفاجئ لدرع الفرات؟ ما هي أهم التسريبات التي من الممكن أن تهم الشأن العسكري السوري بعد زيارة وزير الخارجية الأمريكي إلى تركيا؟
يعني حتى هذه اللحظة لا أعتقد أن هناك تسريبات أو هناك خطة واقعية بإمكان الجميع التوافق عليها، وأعتقد أننا كما حصل في معركة تحرير الموصل المزايدات السياسية هي التي تلعب دورا بارزا. قبيل قليل أشار ضيفكم الكريم حقيقة بشكل واضح إلى الرغبة الروسية وإلى رغبة النظام السوري أيضا بالمشاركة في معركة تحرير الرقة، وهذا هي الرغبة رغبة حقيقية، لكن كيف يمكن أن تجتمع كل هذه القوى المتعارضة المتناقضة في غرفة عمليات مشتركة حتى تستطيع التوافق فيما بينها للوصول إلى معركة تحرير الرقة؟ وأعتقد أن هذا الأمر بحسب المعطيات غير ممكن وغير منطقي، إلا إذا كان العراب أمريكا سيد زاهد قول، إلا إذا كانت القيادة أمريكية يكون هناك ربما منطقي. حتى لو كان العراب أمريكيا هناك بعض الأمور التي ستبدو لا شك منطقية لكن ليس في كل التفاصيل، فلا أعتقد أن هناك يعني فصيل من فصائل الجيش السوري الحر سيقبل على الأقل بالقتال بجانب النظام في هذه المعركة على الأقل في المدى المنظور القريب، وبالتالي أعتقد أن هناك تحديات كبيرة تنتظر هذه المعركة التي يوضع سيناريوهات متعددة مختلفة لها. ولا أعتقد أن صانع القرار التركي اليوم حقيقة متحمس كما كانت الأمور عليه في السابق، على الأقل من هون لبعد الاستفتاء، بمعنى أن نتائج الاستفتاء ربما ستقرر خلالها ومن بعدها تركيا ماذا تريد أن تفعل أو ماذا تريد أن تقدم للولايات المتحدة الأمريكية. أعتقد أن انشغال تركيا حقيقة بالشأن الداخلي هو النقطة الأبرز في الوقت الراهن، وانتهاء درع الفرات حقيقة هي ربما ورقة تقدمت بها تركيا للأمريكان في هذه المرحلة حتى تأخذ ربما ما يمكن يعني في مقابلها شيئا آخر، لأن حقيقة انتهاء عملية درع الفرات في هذه المرحلة التاريخية أو إعلان الانتهاء بحد ذاته أنا لا أعتقد أنه فيه من الحكمة السياسية، وخاصة أننا قبل الاستفتاء، وبالتالي أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية والحديث معها حقيقة جلب مثل هذا الإعلان تحديدا قبيل زيارة وزير الخارجية الأمريكي من أجل التحاور والتفاوض في ملفات أهم من حيث وجهة النظر السياسة التركية، وهو الأمر الذي حقيقة سنتحقق منه أعتقد في مرحلة ما بعد الاستفتاء. طيب دكتور دويري، السؤال الأهم، هل أمريكا طلبت من الفصائل المعتدلة التوحد لقتال هيئة تحرير الشام أم لتأمين المناطق المحررة بإدلب وحلب واللاذقية؟ هل هناك أصلا سيناريو مطروح بهذا الشكل كما جاء في صحيفة الحياة أم تستبعده نهائيا؟ لأن الاستراتيجية الأمريكية حتى اللحظة مش واضحة سيادة اللواء. يعني دعنا نعود إلى عام 2015 لما كان هناك خطة أمريكية لتدريب الجيش الحر، تم رصد 500 مليون دولار أنفق منها 50 مليون، وكان المخرج النهائي 4 أشخاص فقط، وفشلت الخطة وتم إلغائها. كان لماذا أقول ذلك؟ كان أحد أسباب الفشل الرئيسي يكمن في أحد البنود، وهو اشتراط على كافة المنتسبين عدم قتال النظام وفقط مقاتلة داعش. هذا أفشل البرنامج التدريبي الأمريكي الأول. الآن ما يقال عن أن هناك ضغط أمريكي بإما التوحد، وكان الخطاب موجه إلى تقريبا 11 فصيل، إما التوحد أو وقف المساعدات بما فيها صواريخ التو التي تسلم جزء منها جيش العزة. وبالتالي هناك مجموعة من الفصائل الخمس الرئيسية من أصل 11 رفضوا ذلك، وهذا كان قبل عدة أسابيع ليس الآن، رفضوا ذلك وهددوا بالانضمام إلى درع الفرات. وبالتالي عدد القوات ل 11 فصيل 25,000. القوات التي رفضت ذلك صراحة كان تقريبا 5,000، مما يعني رفع عدد قوات درع الفرات المدعومة تركيا إلى 10,000. بقية الفصائل طلبوا الاجتماع للتباحث ولتحديد
ما هو المطلوب، وبالتالي أمريكا طالبت بذلك لأن هناك تجربة سابقة فاشلة بسبب التباينات والتقاطعات. إذن هي تبحث عن جسم موحد ولكن ضمن تحديداتها وشروطها. الآن نعود، من ستقاتل؟ نعم. ستقاتل على مرحلتين متتاليتين فيما لو قيض لها ذلك. المرحلة الأولى هي لمقاتلة داعش، المرحلة الثانية لإكمال الجولة ستكون بقايا القاعدة أو ما يطلق عليها هيئة تحرير الشام. نعم. لأنها تعتبر الآن هي امتداد جبهة النصرة وهي مدرجة على الإرهاب. فبالتالي هل سيتكون هذا الجسم؟ أعتقد لا، وبالتالي لن يكون مقاتلا لداعش ولن يكون مقاتلا لجبهة فتح الشام، هيئة تحرير الشام. وعلينا أن نميز بين هذا التكتل والطلب الأمريكي والتكتل الذي أنت طرحت عنه السؤال مع ضيفك في الداخل عندما تحدث عن غرفة عمليات في إدلب من أجل توحيد الجهود لمحاربة النظام. هذه مقاربتين مختلفتين، ولكن ردا على حديث ضيفك إذا سمحت بأقل من 30 ثانية، الحديث ليس عن إنشاء جسم عسكري موحد، الحديث عن غرفة عمليات. غرفة العمليات تنشأ لأسباب آنية لتنفيذ مهام محددة، ثم ينفرط عقد هذه الغرفة، ولنا في السبع سنوات أمثلة كاملة على غرف أنشئت لتنفيذ مهمة وانتهت بانتهاء المهمة. طيب سيادة اللواء، هذا الطلب الأمريكي لمقاتلة داعش بالدرجة الأولى وبعد ذلك مقاتلة بقايا هيئة تحرير الشام مقابل ماذا؟ مقابل التزويد بالسلاح والانصياع لتعليمات الموك والموم. يعني يجب أن تكون هذه القوات مؤتمرة بالأمر الأمريكي، تسير وفقا للإيقاع الأمريكي، أي بمعنى آخر هي قوات مقابل لقوات قسد الكردية. هناك قوات سمها أي مسمى عربية، وبالتالي لأن أمريكا أصلا تعلم علم اليقين أن قوات سوريا الديمقراطية حتى هذه اللحظة عاجزة عن إنجاز معركة الرقة. لهذا السبب دعنا نعود عدة أسابيع إلى الوراء. أمريكا رفعت العدد من 500 إلى 903. أمريكا أرسلت بطارية مدفعية. نعم. أمريكا أرسلت وحدات صواريخ أرض. أمريكا أرسلت معدات لقوات قسد. أمريكا وعدت بتكثيف الحمل الجوية. لماذا كل ذلك؟ لتسكير العيوب الناشئة في بنية قوات قسد ولزيادة قدرتها أو ما يسمى بمضاعفات القوة حتى تكون قادرة على القتال. لا يعني أنا لا أقلل من انتصارات سيطرت على الكرامة، سيطرت على 16 قرية، لكن هذه ليست معارك حاسمة. تنظيم الدولة الآن لا يقاتل بشراسة، تنظيم الدولة الآن لا يضحي بالأرض لحساب الاقتصاد بالجهد والاقتصاد بالذخيرة والاقتصاد بالمقاتلين. لكن عندما نتحدث عن معركة الرقة علينا أن ننظر بالعين الأخرى إلى الفلوجة وإلى الربادي وإلى كركوك وإلى الموصل. ماشي أستاذ مصطفى، يعني سؤالين إذا تكرمت بشقين. الشق الأول هو يعني هل ما تفضل به سيادة اللواء هو ما تم الطلب به صراحة للفصائل الـ 12 و 11 فصيل؟ والنقطة الثانية، أنتم الآن بعد درع الفرات أين أنتم؟ تمام، اسمح لي بداية أيضا عندي نقطة طهن. النقطة الأولى أطمئن الأخ الضيف زاهد قول أنه لن يكون هناك أي عمل مشترك ما بين الجيش السوري الحر وما بين قوات النظام، لا في المنظور القريب ولا في المنظور البعيد إطلاق. لا يوجد، يعني من المستحيل أن نتشارك نحن والقوى الداعمة للإرهاب. قلناها مرارا وتكرارا، طيب. نظام الأسد هو الداعم لقوى الإرهاب، داعش وتنظيم القاعدة. والنقطة الثانية، الجهات الداعمة طيلة السنوات الست السابقة هي من منعت الاندماج والتوحد. وأيضا وهنا يعني أؤكد على أمر مهم جدا، كل الاعتداءات التي قامت بها جبهة النصرة على فصائل الجيش السوري الحر كانت الجهة الداعمة والتي تسمى بالموم هي التي كانت أولا توقف بعمليات الدعم على كل فصيل يمتنع عن تقديم
أو مشاركة تنظيم جبهة النصرة في الدعم المقدم له ابتداء من جبهة ثوار سوريا إلى حركة حزب إلى ألوية الأنصار وجبهة حق. هذه الحقيقة التي غابت عن الإعلام. الجهة الداعمة هي من قوت وبكل صراحة هي من قوت تنظيم جبهة النصرة، وهي حتى هذه اللحظة لا تريد قتال جبهة النصرة. لا يجب أن نخدع الشعب السوري لنظهر أن الجهات الداعمة تدفع باتجاه قتال جبهة النصرة. الأمر على الواقع طيب عكس. طيب هذه الجهات الداعمة، طيب تحدثت عن جهات داعمة. النصرة هي الجهات الداعمة. ماشي، من هي هذه الجهات الداعمة؟ تحدث الولايات المتحدة الأمريكية يعني؟ بالتأكيد هناك جهات يعني تدعم جبهة النصرة إن كانت سرا. وأيضا أنا قلت أن الموم لم يقف إلى جانب أي فصيل كان يدعمه إطلاقا. عندما بدأت جبهة النصرة يوم أعلنت قتال جبهة ثوار سوريا نتفاجأ بأن الموم قطع عنهم الرواتب والدعم. وأيضا عندما بدأت جبهة النصرة بقتال حركة حزم أيضا قامت بمنع الرواتب وقطعت الدعم وكأنه تسهيل. أما الفصائل للأسف يعني أنا أتحدث هذا عبر الإعلام وأنا أعي تماما أننا ربما ندفع ثمن هذه التصريحات، ولكن هذه الحقيقة. الفصائل التي قاسمت جبهة النصرة أعطت نصف ما يقدم لها لجبهة النصرة، استمرت الجهات الداعمة بدعم هذه الفصائل. والآن لا يوجد أي مخطط لقتال جبهة النصرة. ما جرى سابقا هو إضعاف للجيش السوري الحر. للأسف الجميع تآمر إعلاميا وعسكريا ولوجستيا على تفشيل يعني الجيش السوري الحر، وكانت دائما الغلبة لجبهة النصرة. فلا يزاود علينا أحدا ويظهر اليوم وكأن الجيش السوري الحر سوف يقوم يعني يلتزم الأوامر الخارجية لقتال جبهة النصرة. كل فصيل قرر أن يدفع ظلم جبهة النصرة عن نفسه. تفاجأنا بأن الجهات الداعمة أوقفت الرواتب وأوقفت التصغير، وكانت وكأنه هناك يعني إشارة لجبهة النصرة أن توغلي ويعني واستبيحي دماءهم وسلاحهم. هذه الحقيقة الغائبة عن الإعلام. جبهة النصرة وتنظيم داعش هم أدوات بيد أعداء الشعب السوري، وأيضا يعني بيد أعداء حلفاء الشعب السوري. ما يحدث الآن يعني بالجواب حول عملية درع الفرات، الجهات الداعمة تريد حقيقة أن تحشر الجانب التركي بالزاوية، ونحن رحبنا بإعلان وقف عملية درع الفرات لنخبر العالم يعني بأننا لسنا مرهونين بقراراتنا لأي جهة كانت. ماشي مصطفى، يعني ما بدنا نغير الموضوع، لكن سنناقشه مع الزيد زاهد قول وأناقشه مع الدكتور فايز الدويري. لكن قبل ذلك دكتور هاني شادي، الآن السؤال الأهم، لماذا هذا الانتشار للقوات الروسية في منبج وعفرين؟ يعني هذا الانتشار منع أساسا الاحتمال النظري للصدام بين قوات درع الفرات وتركيا من ناحية وقوات النظام. أيضا أعتقد أن الانتشار الروسي في منبج وعفرين بجانب انتشار أمريكا أيضا في منبج فهو هدفه قطع الطريق على تركيا وقوات درع الفرات للوصول إلى منطقة الرقة. أنا برأيي الشخصي الولايات المتحدة ربما لن توافق على مشاركة تركيا. نعم. طيب يعني أنت تعلم جيدا بأن هناك تنسيق تركي روسي، لكن السؤال الأهم من ذلك ويطرحه أحدهم عندما يقول دكتور هاني، عندما يقول يعني هل هذا الانتشار وجود القوات الروسية هي الضمانة لتركيا لعدم قيام كيان كردي في المنطقة؟ نحن نعلم أن روسيا لديها علاقات جيدة أيضا مع الأكراد بالمناسبة، وهذا أزعج تركيا في الفترة الأخيرة. والتفاهمات التركية الروسية في الفترة الأخيرة برأيي وحسب كثير من المحللين الروس في مأزق حاليا بسبب التصرفات الروسية. موضوع دخول القوات الروسية إلى وصولها إلى عفرين لم يكن بالاتفاق مع تركيا، هذا حسب المصادر الروسية. ومن ثم هناك بعض الهواجس والانزعاج بين الطرفين الروسي والتركي حاليا. روسيا أيضا لها علاقات جيدة مع الأكراد، ولكنها بدون شك لا تعلن أنها تؤيد إقامة كيان كردي مستقل في سوريا. نعم. أقسم
يمكن أن تعلن عنه هو أنها توافق على حكم ذاتي ثقافي إداري للأكراد، وهذا على ما يبدو لن يضر بتركيا، ولكن نحن نعلم حدة المسألة التركية بالنسبة إلى الجانب التركي. ومن ثم الانتشار الروسي كان انتشارا هدفه الأساسي منع أي وقوع من صدمات، وأعتقد أنه انتشار لوقف تقدم قوات درع الفرات سواء في اتجاه الرقة أو في اتجاه القوات الكردية. نعم، يعني على الأغلب هناك تفاصيل أكثر في هذا المحور، لكن انتهى الوقت الآن. شكرا لك دكتور هاني شادي الكاتب محلل السياسي ضيفي من موسكو، شكرا لك مصطفى سيجري القيادي في الجيش الحر ضيفي من حلب، شكرا لك أستاذ محمد زاهد قول الكاتب محلل السياسي ضيفي من اسطنبول، شكرا لك سيادة اللواء الدكتور فايز دويل الخبير العسكري والاستراتيجي ضيفي من عمان. فاصل أيها الأفاضل.